تحياتي ليك يا كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. امير، كان في تدريب عصرا كمان، قول لنا الدنيا فيها ايه. كابتن حسام قال ايه كل اللي انا قلته لك من شويه؟ اتفضل يا امير. طبعا النهارده الفريق استأنف تدريبات استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق السد الحربي يوم الخميس القادم إن شاء الله في بطولة الدوري، وده بعد طبعا ما الفريق حصل على راحة بالأمس عقب الفوز على فريق تليفونات بني سويف نتيجة 5-0 في دور 32 بطولة كأس مصر. النهارده كان اول مران يحضره كابتن حسام البدري بعد عودته النهارده من كندا بعد الاطمئنان على حاله بنته خلاص الحمد لله، يعني حالتها في تحسن مستمر. كابتن حسام البدري اطمن عليها النهارده، قدر ان هو يكون متواجد في مران الفريق. اكيد كان ليه كلمات مهمه جدا مع لعيبه النادي الاهلي، هو ضروري يقوي الصفحه الماضيه طبعا بخساره بطوله دوري ابطال افريقيا في النهائي بالتحديد امام فريق الوداد، وضروره النظر لما هو قادم من بطولات بالنسبه للنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين دايما كابتن شادي، النادي الاهلي ايا كان كسب بطوله او خسر بيبص على طول للبطوله المهمه اللي جايه. طبعا النادي الاهلي عنده بطوله كاس مصر، بطوله الدوري، وان شاء الله بدايه جديده لبطوله دوري ابطال افريقيا. فاكيد كان كلام مهم جدا من كابتن حسام مع اللاعبين، وهو ضروره التركيز في المرحله المهمه المقبله. النهارده المران كان مران بدني بالدرجه الاولى كابتن شادي، كان في تدريبات بدنيه قويه جدا بالنسبه للاعبين، خصوصا ان لسه ناقص حوالي اربع ايام على المباراه المقبله امام فريق السد الحربي يوم الخميس. مع نهايه المران كان في تقسيمه طبعا شارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد، لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن الاصابات يا كابتن شادي. نطمن كل جمهور النادي الاهلي، حسام عاشور وصالح جمعه النهارده بيشاركوا في التدريبات الجماعيه ككل بما فيها التقسيمه، وده يمكن شيء جيد جدا وعودتهم من الاصابه. احنا عارفين حسام عاشور كان عنده شد في العضله الضامه، صلاح جمعه شد في العضله الخلفيه، لكن هم خلاص جاهزين بنسبه 100% للمشاركه في المباريات، واكيد هيكونوا متاحين للجهاز الفني في المباراه المقبله يوم الخميس ان شاء الله. الخبر جيد جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هو عوده مروان محسن للمشاركه بشكل كامل في التدريبات لاول مره النهارده. النهارده مروان محسن شارك في التدريبات الجماعيه ككل بعد تعافيه من اصابه الرباط الصليبي يا كابتن شادي. يمكن مروان بقى له حوالي 9 شهور بيتعالج من هذه الاصابه، مروان اصبح جاهز النهارده، تابعته بالتحديد خلال التقسيمه وحسيت ان هو يعني بيشتغل كويس جدا خلال التقسيمه، خلاص مش قلقان على رجله، خلاص هو اجتاز كل الاختبارات الطبيه اللي اتعملت خلال الفتره اللي فاتت، وبقى خلاص مروان احد اللي تعتبر الصفقات الجديده بالنسبه لكابتن حسام البدري عودته من الاصابه. مده كبيره اكيد 9 شهور كانت كبيره لاي لاعب، لكن ان شاء الله مروان هيكون داعم بشكل كبير جدا لخط هجوم النادي الاهلي خلال المراحل المقبله، وده يمكن خبر جيد جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن بالنسبه للثلاثي المصاب سواء محمد نجيب، اكرم توفيق، وكريم نسبت، طبعا النهارده كان يوم عندهم بعض التدريبات التاهيليه مع كابتن طارق عبد العزيز. محمد نجيب عنده بعض الالام في الحوض، اكرم توفيق عنده الام في الظهر، كريم ندد عنده ثقل في العضله الخلفيه، لكن هم ان شاء الله على وشك التعافي عشان ينضموا للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن طبعا كل لاعبي النادي الاهلي النهارده ادوا التدريبات بشكل جيد جدا، كلهم ان شاء الله مهيئين نفسيا وذهنيا وبدنيا ان شاء الله للمباراه المقبله امام فريق الانتاج الحربي، ولضروره النادي الاهلي ان شاء الله يستغل المباريات المؤجله بالنسبه له طبعا عشان يقدر يعتلي قمه بطوله الدوري ان شاء الله، ويستمر في حصد هذه البطوله ان شاء الله الموسم الثالث على التوالي يا كابتن شادي. كابتن حسام اتكلمت معاه امير النهارده ولا لا؟ لا كابتن حسام بدري ما اتكلمتش النهارده معاه، لكن هو كان ليه كلام مهم جدا مع اللاعبين يا كابتن شادي زي ما قلت لك، وهو خلاص يعني طبعا الكل اكيد كان زعلان ان احنا خسرنا بطوله دوري ابطال افريقيا بعد ما قدرنا ان احنا نتخطى عقبات صعبه جدا جدا والوصول للمباراه النهائيه، لكن طبعا يعني ظروف او لاخرى النادي الاهلي خسر البطوله في الاخر خالص، المباراه الاخيره امام فريق الوداد المغربي. كابتن حسام البدري كلامه كله مع اللعيبه، خلاص دي كانت صفحه وخلصت، حب حلوها مرها خلاص فتره وعدت بالنسبه للنادي الاهلي، الاهم هو القادم دايما، وده النادي الاهلي متعود عليه كابتن شادي، وانت احد اللاعبين الكبار طبعا في النادي الاهلي، واكيد عارف النادي الاهلي التفكير او تفكير اللاعبين والاجهزه الفنيه بتحديد بيبقى ازاي عقب اي بطوله سواء كسبنا او خسرنا. احنا لو كنا كسبنا البطوله يا كابتن شادي انت عارف ثاني يوم على طول النادي الاهلي بيبص لقدام، بيبص للمستقبل، البطولات المقبله ايه هي عشان يقدر ينافس عليها ويحرزها. فبالتالي سواء كسبنا او خسرنا خلاص، هو كابتن حسام بدري قال للاعبين احنا نركز في المرحله الجايه، نركز في مشوارنا القادم، اهميه البطولات اللي هنشارك فيها ده شيء مهم، جمهور النادي الاهلي دايما متعود على الفوز باي بطوله نشارك فيها. فده كلام اكيد كان مهم جدا من كابتن حسام بدري اللاعبين. والنهارده كان اول اجتماع يعتبر
من كابتن حسام للاعبين عقب مباراه الوداد مباشره، لان بعد المباراه مباشره كابتن حسام بدري ثاني يوم الصبح بدري كان هو سافر على كندا، لكن هو النهارده بعد ما وصل وتحضر التدريبات قبل التدريبات كان طبعا اجتمع مع اللعيبه واتكلم معاهم هذا الكلام الهام جدا يعني كابتن شيخ. في حاجة تانية يا أمير حابب تضيفها؟ لا طبعا بكره ان شاء الله الفريق هيواصل تدريباته ان شاء الله عشان يستعد لمباراه الانتاج الحربي، راح يكون مران اخر الساعه 4 عصرا، هيبتدي ان شاء الله من خلال بكره وبعده كابتن حسام البدري يتفرج على بعض اللقطات لفريق الانتاج الحربي ويعرضها على لاعبي النادي الاهلي عشان ان شاء الله الفريق يقف على نقاط القوه والضعف في فريق الانتاج الحربي، وان شاء الله من ثم الاشتغال على هذه الجزئيات الهامه جدا من كابتن حسام البدري عشان يقدر الفريق ان شاء الله يؤدي مباراه قويه جدا في عوده الدوري الممتاز بالنسبه للنادي الاهلي. زميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك أمير شكرا جزيلا. دي كل معلوماتنا النهاردة عن فريقنا كالعادة بنحب